جهود حرس الحدود السعودي في مكافحة تهريب المخدرات عبر البحر لخالد مفرح الغامدي والسيرة الذاتية للعقيد البحري خالد مفرح الغامدي حاصل على البكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز كلية علوم البحار تخصص فيزياء بحرية حاصل على الماجستير من الأكاديمية العربية لتكنولوجيا النقل البحري بالأسكندرية كلية النقل البحري والتكنولوجيا 2008 حاصل على الماجستير من جامعة الفيصل كلية الأمير سلطان للإدارة بجدة إدارة الأعمال. تفضل لك الوقت 15 دقيقة وبعدها سنترك المجال للأسئلة موجهة لجميع المتحدثين. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله سيد الأجمعين. جهود حرس الحدود السعودي في مكافحة تهريب المخدرات عن طريق البحر. يا شباب هذه ما هي شغالة ترى. ساعدوك للبوينت. خفض بقوة اكسرها. طيب نبدأ. تتحدث ورقة العمل عن أضرار المخدرات على المجتمع وتوضح ما هي الجهود المبذولة من قبل حرس الحدود السعودي في مكافحة تهريب المخدرات عن طريق البحر وتوضح الأسباب التي تشجع مهربي المخدرات على نقلها عن طريق البحر وذلك إمكانية نقل كميات كبيرة من المخدرات عبر البحر بتكاليف زهيدة وطبيعة الموقع الجغرافي لكل من مصدر المخدرات المنقول بحراً والجهة التي يقصدها مهربوها وعدم وجود طرق محدودة أو محددة بالضبط في البحر يمكن سلوكها بسهولة من قبل من يقتفي أثر المهربين للإمساك بها وسهولة تخلص المهربين الذين يركبون تلك الوسائط من القاية في البحر في حالة مطاردتهم من قبل رجال الأمن البحري. مشكلة البحث. تتلخص مشكلة البحث في التعرف على جهود حرس الحدود في مكافحة تهريب المخدرات عن طريق البحر والتعرف على ما العوامل والأسباب المؤثرة في التغلب على تلك المشكلة والسيطرة عليها بدرجة جيدة حيث تتركز مشكلة ورقة العمل في القدرة على الإجابة على السؤال الرئيسي ما هو دور وجهود حرس الحدود في مكافحة تهريب المخدرات عن طريق البحر ويتفرع منه الأسئلة التالية ما هي العوامل التي تساعد مكافحة تهريب المخدرات عن طريق البحر؟ وما هي الأسباب المؤثرة في التغلب على مشكلة مكافحة تهريب المخدرات عن طريق البحر والسيطرة عليها بدرجة جيدة؟ ما هي الإحصائيات لما تم ضبطه خلال فترة 4 سنوات السابقة على الحدود البحرية؟ أهداف ورقة العمل: التعرف على العوامل التي تساعد على مكافحة تهريب المخدرات، معرفة الأسباب المؤثرة في التغلب على مشكلة مكافحة تهريب المخدرات عن طريق البحر، التعرف على الإحصائيات لما تم ضبطه خلال فترة 4 سنوات السابقة على حدود البحرية. المنهج المتبع لورقة العمل: تم اتباع المنهج الاستقرائي وهو عملية ملاحظة الظواهر وتجميع البيانات عنها للتوصل إلى مبادئ عامة وعلاقات كلية وفي المنهج الاستقرائي
ينتقل الباحث من الجزء إلى الكل أو من الخاص إلى العام، حيث يبدأ الباحث بالتعرف على الجزيئات ثم يقوم بتعميم النتائج على الكل، ويشمل الدليل الاستقرائي الاستنتاج العلمي القائم على أساس الملاحظة والاستنتاج العلمي القائم على التجربة بالمفهوم الحديث للملاحظة والتجربة. استراتيجية التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات. لم تعد الآثار الضارة للمخدرات مقصورة على بلد معين أو بلد بعينه أو على منطقة محددة، بل تعدد ذلك إلى المجتمع الدولي بأسره، ومع مرور الزمن ارتبطت الجريمة تهريب المخدرات بجرائم أخطر كالإرهاب الدولي والجريمة المنظمة وجرائم غسل الأموال. ومن أجل ذلك أصبح التعاون الدولي في مكافحة المخدرات ضرورة ملحة تسعى إليها الدول فرادى وجماعات، وأبرمت المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية. جهود المنظمات العربية في مكافحة المخدرات. تعتمد جهود المنظمات العربية في مجال مكافحة المخدرات على أن للشريعة الإسلامية تأثير كبير في نفوس المواطنين، يردعهم عن زراعة وصناعة وتجارة وتهريب المواد المخدرة وتعاطيها المحرم شرعا. ومع ذلك فإن التجارة الغير مشروعة في هذه المواد تجد تشجيعا وإغراء من قبل جماعات إجرامية منظمة تهدف إلى الثراء الفاحش السريع، وتجد في كثير من الدول العربية موردا خصما لزيادة أنشطتها. وقد لاحظت جامعة الدول العربية منذ إنشائها ضرورة التصدي للظواهر لظاهرة تهريب وتعاطي المخدرات، وكذلك فعل مجلس التعاون لدول الخليج العربية. استراتيجية جامعة الدول العربية في مكافحة المخدرات. سلكت جامعة الدول العربية طريقا ذا شعبتين. الشعبة الأولى وضع القانون العربي الموحد للمخدرات لتنظيم الإجراءات التي تتخذ كل دولة عربية لمكافحة إنتاج وتهريب المخدرات، وفي الشعبة الأخرى الاتفاقية العربية الموحدة للتعاون القضائي. تنص هذه الاتفاقية على أهمية تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات وعقد الندوات والتعاون في مجال صحف الحالة الجنائية. استراتيجية مجلس التعاون الخليجي في مكافحة المخدرات. من أهم الأسباب التي دعت إنشاء مجلس التعاون للدول الخليج العربية الاعتبارات الأمنية الأقليمية العامة في منطقة الخليج، واستهداف الدول التي شكلت المجلس. لهذا كان التعاون فيما بينها لمكافحة المخدرات من الأهداف الرئيسية، استدعت للتنسيق المواجهة خطر المخدرات. جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة المخدرات ومعاقبة المخالفين. مما يجري الإشارة إليه، اتفق الباحثون على أن المملكة العربية السعودية خلال العقود الثلاثة الأولى من قيامها كانت خالية من وجود مشكلة المخدرات. ومع التغير الاجتماعي الذي صاحب زيادة الثروة النفطية وقدوم العمالة الأجنبية ورحلات المواطنين إلى الخارج للتجارة أو السياحة أو التعليم، والزيادات الملحوظة في أعداد الحجاج والمعتمرين، ظهرت هذه المشكلة وتفاقمت بشكل يهدد استقرار المجتمع السعودي القائم على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى. بادرت المملكة العربية السعودية بإبرام العديد من الاتفاقيات التعاون المشترك مع دول الجوار التي تعتبر هي المحطة الأخيرة قبل عملية تهريب هذه السموم إلى داخل الأراضي السعودية. وقد تم تطوير هذه الاتفاقيات وفق المستجدات التي تطرأ وتطور أساليب المهربين، فقد قامت المملكة بإبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية. جهود حرس الحدود السعودي في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود. يظهر جلياً أهمية الدور الذي يقوم به حرس الحدود في مجال مكافحة التهريب والتسلل عبر الحدود من خلال طول الحدود المملكة البرية والبحرية ومجاورتها للعديد من الدول التي يطمع كثير من رعاياها في الدخول إلى المملكة، إما لغرض الحصول على فرص عمل أو خلافه أو تهريب المخدرات بأنواعها. مع ظهور هذه الظواهر بدأ حرس الحدود في تطوير معداته وأجهزته ووسائل المراقبة التي يستخدمها في أعماله. مع الصعوبات التي يواجهها في المناطق الحدودية الوعرة، وقام حرس الحدود بمشاريع تطويرية برية وبحرية
شملت تطوير قواعد والزوارق البحرية وتطوير منسوبي حرس الحدود، حيث يستخدم حرس الحدود السعودي إمكانيات وقوة بشرية هائلة للحفاظ على أمن الحدود بالتجهيزات الإلكترونية الحديثة في سبيل المتابعة للشريط الحدودي، إلى جانب تمكن غالبية الأفراد والضباط من الطرق التقليدية لتقفي الأثر والتي يكتسبونها ويطورونها أيضا بطريقة علمية صحيحة. طرق تهريب المخدرات عن طريق البحر. تتنوع طرق تهريب المخدرات عن طريق البحر. في العموم يكون التهريب باستخدام إحدى الطرق التقليدية التالية: باستخدام مراكب النقل عن طريق إخفاء المخدرات داخل طرود مشحونة من الدولة إلى دولة بأسماء الأشخاص لا يرقى الشك إليهم أو بعض الهيئات التي تتمتع بحصانة خاصة. استخدام بعض الحيل للهروب من التفتيش الجمركي عند التخليص على هذه البضائع. كذلك يمكن إخفاء المواد المخدرة في أماكن سرية داخل الوسائط البحرية المختلفة التي يتم شحنها من دولة الإنتاج إلى دولة الاستهلاك. نعم أمرك. داخل الآلات الصناعية ووسائل الصناعات. التهريب بواسطة أفراد طاقم السفينة على السام في أماكن سرية، استخدام السفن أعالي البحار في تهريب كثير من المخدرات في مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. طرق وأساليب مكافحة تهريب المخدرات عن طريق البحر. الرادار البحري، والتي تتميز بتعدد المهام والوظائف حيث يقوم بالتعرف على أهداف وحصرها بسهولة. الكاميرات الحرارية، وتستخدم لرصد جسم تنبعث منه حرارة كجسم البشر. زوارق صغيرة بمحرك صغير، وتم عمل أبراج عديدة لمراقبة حدود المملكة الإلكترونية والشريط الحدودي أو الشريط الحدودي للمملكة. طرق أساليب مكافحة تهريب المخدرات. كذلك الدوريات البحرية، سواء كانت طويلة أو متوسطة أو محدودة المدى، حيث تقوم هذه الدوريات بعملها اليومي على مدار 24 ساعة على حدود المملكة البحرية. المصادر السرية، وهي من أهم الأساليب التي تتيح المعلومة الاستخباراتية سواء من داخل المملكة بالتعاون مع دول الجوار. الكمائن على السواحل البحرية. كما نستعرض لكم ما قام به منسوبي حرس حدود في عملية بحث وانتشال المخدرات هربت عن طريق البحر جهة الساحل الجنوبي الغربي للمملكة ورميت داخل البحر، وتمت عملية البحث وانتشال الكميات من داخل أقماع أو أعماق البحر. إحصائيات لما تم ضبطه خلال فترة 4 سنوات سابقة. نلاحظ الأرقام المهولة التي تم حصرها أو تم إحصائها من كميات المخدرات تم قبضها على الحدود السعودية من قبل رجال حرس الحدود. وكذلك نلاحظ في الشريحة الأخرى الرسم البياني يبين السنوات التي تم القبض المخدرات، ونلاحظ التطور في عمليات القبض والكميات المقبوضة. نلاحظ عام 1984 النسبة بدأت تقل كثيرا. في الخلاصة أو التوصيات، في ضوء ما تم تناوله في ورقة العمل هذه، يتضح لنا أن ظاهرة انتشار المخدرات تعاطيا وتهريبا جريمة في حق الوطن والمواطن، وأيضا الدور الفعال الذي يقوم به رجال حرس الحدود. ولذا فإنه يمكننا استخلاص التوصيات التالية: إعداد برامج تدريبية خاصة لمكافحة تهريب المخدرات عن طريق البحر، وتدريب الأفراد على كل جديد، وأيضا نشر التجارب التي حصلت دول الجوار أو المستوى العالمي لما فيه من فائدة، وتعليم أساليب جديدة للمهربين وخبرات هذه الدول في القضاء على عملية التهريب وإبطال الحيل التي تبتدعها المهربون في التهريب سواء عبر المعابر الجمركية أو على الحدود. استخدام الأجهزة الحديثة في عملية الاستكشاف فوق وتحت سطح البحر وتدريب الأفراد عليها بشكل دوري. زيادة الأماكن المحمية للمواطنين للتنزه للصيد على السواحل وتحديدها وحمايتها، حتى لا تكون هناك أي مبرر لوجود مواطنين أو مقيمين في أماكن غير مسموح بها لهم التواجد، مما يغلق عليهم الطريق أمام المهربين للتواجد في أماكن غير مرخصة. إنشاء مركز أو مراكز تنسيق لمكافحة تهريب المخدرات في البحر الأحمر والخليج العربي. شكراً لاستماعكم.
الآن على حاملي الميكروفونات أن يكونوا متواجدين. الآن نترك المجال لتوجيه الأسئلة على أن يحدد اسم السؤال موجه له، فتفضلوا. هذا دليل على أن الورقات العلمية التي قدمت وافية وشافية، ولكن لي سؤال عند السيد ميتش. السيد ميتش، في ورقة مدونة السلوك لوحظ أن المنظمة البحرية أثير فيها أن مدونة تعديل جدة فيها بعض التهديدات أو بعض المسائل التي غطتها قد لا تنظر فيها المنظمة البحرية، بينما في المنظمة البحرية سوى والتي هي ما يسمى بالـ Unlawful Acts، فهل تهديد الأمن البحري بالقوارب المفخخة لا يعتبر Unlawful Act؟ ولماذا لا تقوم المنظمة وتكون على الأقل منسقة بين الهيئات الدولية الأخرى كما عملت في بعض المدونات، وخصوصا أن المدونة فتحت التوقيع لهذه المدونة في مقر المنظمة البحرية؟ فهل من إجابة؟ شكرا. Thank you. SUA is the suppression of unlawful acts. شكراً حضرت الفريق على هذا السؤال المهم. هنالك بعض العناصر في تعديلات جدة لا تدخل في صلاحيات المنظمة البحرية الدولية، ولكنها تخص مهام منظمات دولية أخرى مثل منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. ولكن ما أريد أن أقوله هو أن الروح التي أدت إلى تنفيذ مدونة سلوك جيبوتي منذ البداية هي أن المنظمة البحرية الدولية غير مسؤولة ولا تدعي أنها هي التي قامت بكل العمل الذي يتم في ظل مدونة السلوك. وثانيا، العمل الذي يتم في ظل مدونة السلوك ناجم عن الإرادة الصريحة للدول الأقليمية والدول الأعضاء في المدونة. والروح التي أدت بنا إلى دعم تنفيذ مدونة جيبوتي تعني أننا كنا نعمل بالشراكة مع هيئات أممية أخرى. مثلا أنشأنا شبكة من الشركاء الذين نتعامل معهم والذين يدعمون عملنا ويدعمون بناء القدرات في المنطقة. وبنفس هذه الروح ما من شيء سيتغير فيما يتعلق بتعديلات جدة، لأننا سنواصل التعامل والتفاعل مع شركاء الدوليين تنفيذا لأي مسألة كي يتولوا زمام الأمور في تنفيذ أنشطة لا تدخل في إطار مهام المنظمة البحرية. كما قلت سابقا، تعاملنا مع خفر السواحل الأمريكي، مع UNODC، مع إنتربول، مع منظمة الأغذية والزراعة FAO وغيرهم، وهذا بالضبط ما نريد إنجازه. وثانيا، والسبب الذي
أدى بالدول الموقعة إلى التفكير في ضرورة توسيع نطاق المدونة هو أنهم لاحظوا العلاقة بين القرصنة وغيرها من الأنشطة الإجرامية. أمل أنني أجبت على السؤال. أوكي. سؤال آخر ونحاول نقفل الجلسة بعد هذا السؤال. I want another question and then we will close this session. سيدي الفريق، مع حضرتك العيد إدوار حداد، جمهورية لبنانية. أول شيء متشكر سيادتكم على الاستضافة على موضوع الندوة المهم جدا. عندي سؤال لحضرة العائد خالد بن فرح الغامدي بخصوص تهريب المخدرات. نحب نعرف أنه بمجرية حرس الحدود في وحدة متخصصة بموضوع المخدرات ولا موضوع شامل؟ وبعدين المياه الإقليمية، أداء صلاحية المياه الإقليمية لحرس الحدود المسافة، وموضوع تهريب المخدرات بالعمق تحت السفن كمان طريقة معالجته، وإذا في وحدة متخصصة، لأنه في قانون بهالموضوع هيدا بيصير بيحدد لها مهام أكثر، ولا هو موضوع شامل؟ وشكرا. أبغى أجيبك على هذه الأسئلة. أولا، من مهام حرس الحدود هي مكافحة التهريب بجميع أنواعه ومنها تهريب المخدرات. لكن سؤالك هل في إدارة متخصصة باسم إدارة مكافحة المخدرات؟ هذه موجودة، اللي هي تتبع وزارة الداخلية ومسماها إدارة مكافحة المخدرات. ولكن لما تتكلم عن تنفيذ القانون في المواقع الميدانية، هناك تنسيق قوي بين ما نبلغ فيه من إدارة مكافحة المخدرات من خلال تعاونها مع جميع المكاتب في جميع الدول، وهذا مكاتب قانونية وموجودة في الدول لتبادل المعلومات. حرس الحدود يبدأ بتنفيذ الخطط المشتركة للقبض على أي مخدرات تحاول اختراق الحدود أو تحاول اختراق المياه بشكل عام، مياه الدولة. هناك اختلاف قانوني على مسؤولية الدولة في مكافحة المخدرات ما خارج البحر الإقليمي، ولكن قناعة مني أنه خارج البحر الإقليمي أنا أعتقد المخدرات لا تقل خطرا عن حيازة المتفجرات على السفن. فبالتالي تحتاج إلى دراسة قانونية جدا، كيف تستوقف سفينة مليئة بالمخدرات خارج البحر الإقليمي؟ وهذا سبق أن تبحثنا مع بعض القوات، سواء القوات الأمريكية أو البريطانية، أنه خطر المخدرات بشكل عام، وفي ترابط بين تجار المخدرات والميليشيات الإرهابية بشكل عام، لذلك يجب أن تكافح. ولكن أنا معك، لازم يكون هناك غطاء قانوني. الجمارك كذلك في المنافذ وفي المواني مسؤولة عن القبض وتحريز المخدرات، ولكن إدارة مكافحة المخدرات موجودة. إن شاء الله الإجابة. Yes please. Last question please. Thank you sir very much. I will especially ask the question about the drug trafficking to Saudi Arabia. It's very good that you have
since there are a lot amount of drugs. But I'd like to know, could you identify what we have? Could you identify the area or the region from where the drugs are coming? I would like to mention that there are only two areas, Golden Crescent and Golden Triangles. Golden Triangles in the Myanmar area and Golden Crescent in the Afghanistan area. Whether those are coming from those area or indiscriminately from whole area. And could you also identify who are the people, especially the drug lords, who are responsible for this? Thank you very much. Okay. For areas, بالنسبة أفضل أتكلم بالعربي. بالنسبة لتحديد المناطق التي تخرج منها المخدرات، فأعتقد لن يخرج الحشيش إلا من مزارع الحشيش أيا كان. وأعتقد المنظمات المعنية تعرف أين يزرع الحشيش. بالنسبة للمخدرات الأخرى سواء الامفيتامين، فهذه تديرها عصابات، وغالبا هذه العصابات هي ميليشيات الإرهاب في أي موطئ يتوقعون أنهم يكون هناك ملاذ آمن لحرية تصنيع ثم التهريب. لكن المسالك والطرق أقفلنا بعض الحدود تماما والتفت عن طريق حدود دولة دولتين ثلاث، المهم خططهم أنها تصل للهدف اللي هم شباب أكثر الأوطان متضررين. هذا اللي أستطيع. ولكن بالنسبة للمملكة العربية السعودية الآن فيه لجنة تدرس مع جميع الدول المجاورة كيفية القضاء على يعني ما يصل إلى الأردن قد لا يستقر في الأردن، قد يستمر إلى دولة ثانية أو ثالثة ورابعة. لذلك نحن مع الدول الآن نعمل على أن نتعاون لقفل هذه الأبواب. شكرا. آخر باقي دقيقة حتى نذهب إلى الغداء، فآخر سؤال يا دكتور تفضل. شكرا معالي الفريق. ما كان ودي أسأل لكن ما زال الحديث عن المخدرات، كنت أتمنى القاعة متروسة شباب، ليش نمع المخدرات؟ لأنها طال عمرك تتلف العقل، وهاللي فجروا أنفسهم ما هم صاحين. تبدأ بالمخدرات والمنظمات الإرهابية تخدر الشباب، وفي النهاية تلبس حزام ناسف أو ينسف مكان. هذا الأساس اللي لازم كان نفهم الشباب، أن المخدرات لم تمنع لأنها بضاعة، منعت لأنها طبياً وصحياً تتلف مخ الإنسان، خاصة الشباب واللي يستغلونهم المنظمات الإرهابية في تخديرهم ولتلبسهم الحزام الناسف وغيره. هذا التعليق بس. شكراً. هذه السنة المقبوض فقط من حرس الحدود، لأنه في جهات أخرى تقبض، وهذا تأكيد على أن في جهات أخرى تقبض، 22 طن حشيش و 18 مليون حبة كبتاجون. وكبتاجون ليست صافية، قد تكون المادة إنفيتامين 30% و 70% مدمرات للعقل. قبل أن نذهب إلى فترة الغداء، هناك فيلم صغير وهو محاولة قارب غير مأهول مفخخ لتفجير منشأة مهمة ساحلية. فبرعاية الله تمكن رجال حرس الحدود من اكتشافه ومطاردته ثم تعطيله ثم تفجيره من قبل خبراء في القوات البحرية الملكية السعودية. فنبغى نشوف الفيلم الآن، يعرض الفيلم الآن.
بسرعة. هذا كان كنترول يعني عن بعد لاسلكيا، اكتشف وتوبع تقريبا، اكتشف قبل دخوله الحدود بسبعة أميال ثم توبع حتى 20 ميل وعطل قبل وصول المنشأة بتقريبا 6 أو 7 ميل. أبلغت المنظمة البحرية بهذه الحادثة لأنها هذه من الحوادث التي تهدد الملاحة البحرية والنقل البحري. وشكرا، العودة إن شاء الله الساعة 1:30.